صباح الفل. النهارده هتكلم عن حاجه مهمه جدا عندنا في البروكيرمنت وفي طبعا اللوجيستكس اللي هي الانكو تيرم الانترناشونال كوميرشال تيرمز عقود التجاره الدوليه، ودي بتبقى في غايه الاهميه لما بنيجي نشتري حاجات من بره، لان هي بتجاوبني على اهم ثلاث اسئله: الالتزامات هتكون على مين لحد فين، التكاليف هتكون على مين لحد فين، المخاطر هتكون على مين لحد فين. والتركة المهمة اللي عايزكم تعرفوها في الانكو تيرم، مفيش اي شرط بيقول ان التكاليف والمخاطر يبقوا ماشيين مع بعض. ممكن يكون السبلاير بيتحمل التكلفة لحد نقطة معينة، ويكون في نفس ذات الوقت المخاطر بيسيبها بدري شوية، يعني بيدفع لمرحلة معينة في النقل ولكن الريسك بينتقل من عنده لعندي قبلها بكتير، زي مثلا في السي اي اف كمثال. الانكو تيرم دي بيتم اصدارها مرة كل 10 سنين، يعني اخر اصدار اللي هو الاصدار رقم 9 اللي احنا شغالين عليه اللي هو انكو تيرم 2020. الانكو تيرمز دي عبارة عن 11 نوع، عندي منهم 4 يختصوا فقط بالنقل البحري والباقيين بيشتغلوا على كل وسائل النقل. الانكو تيرمز لا تغني عن العقد نهائيا، لان هي ملهاش دعوة خالص بالاسعار ولا بالشروط الجزائية ولا بالخلافات وما الى ذلك، لكن الانكو تيرم بتوفر لي ما بين صفحة لصفحتين في الكونتراكت مع السبلاير. معنى كده ان ما ينفعش خاصة في التجارة الدولية اكون بعمل عقد او بعمل بيرشيز اوردر ومش محدد فيه الانكو تيرم، لان ده هيقفل لي باب لغط كبير ومشاكل ممكن تحصل لو احنا مش متفقين عليها من البدايه. الانكو تيرم شرط اساسي تكون حضرتك عارفه ادام انت شغال في اداره المشتريات، وخاصه لو انت شغال في المشتريات الخارجيه ليها دور عظيم جدا معانا. طبعا في تفاصيل كتير جدا لان احنا بنتكلم عن 11 انكو تيرمز، ولكن انا حبيت في دقيقتين كده الخص لكم اهميه الانكو تيرمز معانا.